ومشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع، وما تتطلبه الظروف الراهنة من تضافر للجهود وكافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية سعيا لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنبا لتوسيع دائرة الصراع، فضلا عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع بشكل مستدام وبلا أي عوائق، لاسيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة، الأمر الذي يتطلب ضرورة استمرار الدعم الكامل لعمل وكالة الأونروا التي تقوم بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني. هذا أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن كذلك التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي تمثل عائقا خطيرا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. كما شهد الاتصال التشديد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع وإرساء للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة.